هي ديالنا. واش ما عندوش خوتو؟ ما عندوش يماه؟ حشومه عليه، عيب وعار. وداد الام اللي كتحرق في الداخل ديالها، اللهم هذا منكر. هادشي هذا راه بزاف وخصنا كلشي يسمعنا. من هذا الشيء اللي شفنا حنايا، هذا السيد عنده 30 عام، باش غتفيدني؟ انا تكويت، انا كويت، تكويت مني، تكويت بنتي، باش غتفيدني الحوز ديالو؟ كفى بالبنية ولا بنتي؟ حتى هوايا، حتى هوايا، حتى هو يتحكم، حتى هو يتسادم، حتى هو باش باش ديك الطريقة ديك العايل باش تقتل، حتى هو يتقتل، وما نبردش، على حساب ابني، ها؟ على حساب ابني، الكياد الوالدين. كياد الام، الام ما غتوردلوش الكياد ديالنا، واخا السيد ضرب الحظ ويخرج ما عاد يبردش الام، الام العقدة طيبة في القلب، حنايا الامهات هما اللي كنحزو، سمعتيني؟ امهات هما اللي كنعزو، دابا اي وحدة كانت كتاخر بالعيش ولا الحليب ما تبقاش تاخرو، انا تقول لي بنتي يا ام ما نشري، ما تلقاش تمشي تشري، علاش؟ انا نمشي نشري، انا خاف شنو هذا الشيء؟ شنو هذا الشيء؟ بغينا نقول شنو هذا الشيء؟ بزاف اخاي بزاف. انا ام وعندي وليداتي دابا خوفانه عليهم يخرجوا، خوفانه عليهم يمشوا عايدين بلاصه، انا خوفانه على راسي، مي غيكون انا بديت ساكنه هنايا، مي كنت طفل هذا العمر مشى من باب دارهم وتقتل وبقى خمس ايام مختفي ودابا عاد بان السكين مدفون، اذا كيفاش قلب الام ديالو؟ انا ام حاسه بها، خصنا الحق هذا الطفل والاطفال كاملين ود هذه الام اللي كتحرق في الداخل ديالها. اللهم هذا منكر، هادشي هذا راه بزاف وخصنا كلشي يسمعنا. سمعتيني بيتا كلمتي؟ ما نعرفش من الجوج اللي ملي طلعت في الفيسبوك ما نعرفش هادشي هذا كيما وقع لهاد العائله، هذا يوقع لولاد ولادنا، سمعتيني؟ يوقع لولادنا ولاد ولادنا. وطنجه ما عمرها كانت هكذا، طنجه هذه واحد العامين ولا ثلاث سنين رجعنا كنسمعوا بزاف ديال الجرائم، حق حد هذه الجريمه هذه ما عمرها وقعت، هذه الجريمه هذه يعني جريمه بشعه، جريمة خايبة ما عمرها وقعت في طنجة، الجريمة بحال هذه العيال مسكين باقي صغير. لما اسمح لي صراحة أنا تفاجأت، كنت ناسة بالليل وملي نفقت على الخبر ديال أنهم وجدوا عدنان فرحت، قلت صراحة الله قلت الحمد لله الأم قام بالواجب ديالو ولقى الولد، ولكن كانت الصدمة وصدمة قوية ملي قالوا لي لقاوها مدفون. أنا عندي ولدي كيقرا في المدرسة، أنا من بلاصتي بلاصتي ما لانني انا بدي ام، كيفاش غتكون يما؟ اذا كنت انا الجاره ديالها حسيت بالالم وحسيت بهذا الحقره والقهر، كيفاش غتكون الام ديالو؟ حتى حنا امهات وعندنا ولادنا، الدوله بعدو يخطفوهم، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. خلى الناس خايفه، حنا ما نعسناش، حنا بيتين فايخين، حنا خوفانين، عندنا وليداتنا كيمشيو ويجيو وكيقراو، دابا ولينا نخافوا، فين فين كيفاش غادي نعملوا؟ واش نشدوا عليهم الباب؟ واش نبقاو عساسين عليهم؟ واللي خدام، واللي كيجيب الطرف ديال الخبز، اللهم هذا منكر، عيب عليهم، حرام عليهم عملوا هذا الشيء هذا، حنا كاملين خوت، كاملين اسلام، واش ما عندوش خوتو؟ ما عندوش يماه، حشومه عليه، عيب وعار، علاش غيجرحوا هذا السيد؟ علاش غيتعداو عليه؟ حرام، هذا الظلم، هذا منكر، اللهم هذا منكر. هذوك الناس اللي كانوا كارين معاهم، هذوك الدراري تا هما خصهم اشد العقوبة تا هما، حيت تستروا على الجريمة، العائلة 4 أيام، 4 أيام والعائل في وسط الدار، أولا 5 أيام، وهاد الناس هذو خدامين في لازون فرونش كيخرجوا ويدخلوا، تا هما مشتركين في هاد الشيء، وتا مول الدار اللي كرالهم تا هو مشترك في هاد الشيء، كل شيء خصو أشد العقوبة، بصراحة بأن ماشي واحد راه 5 الناس ومول الدار تا هو يدخل في هاد الشيء هذا، واللي كرالو كاملين بهم هاد الناس هادو كاملين بهم يطبقوا عليهم أشد العقوبة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.